كمان موضوع المسامحه ده موضوع فيه خدعه كبيره. مم. احنا افرضنا له حلقه قبل كده مش هنقضيه دلوقتي ان احنا عشان انا ساكت وبعمل المعاملات اليوميه كاني غفرت مم. لا انا جوايا مراره. مم. فاي حاجه هتطلع فيها ضيق انا بقول انا ما غلطتش بس الشخص التاني شايف طريقتي مم. ممكن اقول له اتفضل كل. ما غلطتش لا هو المراره كلام الكلام. آه. الكلام ويمكن مم. المراره دي ما زي ما حضرتك مم. تفضلت وقلت من قبل الجواز مم. انا شايل المرارة من بابايا مم. او من مامتي اللي آه شايل من مم. مامته تلاقيه بيحاسب مرات. مراته مم. على حاجات هو مش مبتدي من الصفر مم. لا هو عنده خزين مم. وفي ناس آه الحقيقه بتطلع تلاقي متنرفز على طول مم. تلاقيه عصبي على طول هو اصلا مش م... فاكر انه غفر وكنيستنا الارثوذكسيه الحقيقه علمتنا ان قبل التناول المصح. في حاجه اسمها قبلة المصالحه صلاة في الصالح. مصالحه مع الله مصالحه وفي مصالح صلاة ومصالحه مم. مع الاخر حتى ما ينفعش اتقدم للجسد والدم مم. والتناول وانا قلبي ما استريحش الناس فاكره ان الغفران يعني اقول ما ما غلطش لا الغفران يعني انا اتشفيت انا اتعالجت عشان كده ما فيش حد يقدر يعمل ده انا محتاج استنجد بقوه الهيه أقول إيه له انا ما اقدرش لكن ان انا ما اقول انا مش متضايق اصلا يبقى انا مش هعالج المشكله